نروح لأرض الملعب وصالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، وتنضم لنا زميلتنا العزيزة منى المنيسي طبعا علشان تطلعنا على آخر أكيد استعدادات فتيات الذهب لمباراة اليوم في دور الـ16. اتفضلي يا منى، سامعين. تحياتي ليك يا مريم، تحياتي طبعا لنجوم استوديو التحليلي كابتن ندى وكابتن نشأة طلعوا. طبعا برحب بيكم اكيد، وبرحب بكل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما انت قلتي يا مريم، احنا من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل عشان ننقل لكم كل الاجواء المتعلقه بمباراه النهارده من دور الـ16 بين النادي الاهلي وسان داوني من جزر يونيون. طبعا مباراه ان شاء الله يكون فيها النادي الاهلي متالق ونشوف مباراة قوية جدا من النادي الاهلي. زي ما تعودنا المباريات اللي فاتت كلها انتهت بنتيجة 3-0 لصالح النادي الاهلي. اول مباراة كانت مع نصرية شباب بجاية جزائري وانتهت 3-0 لصالح النادي الاهلي، والمباراة اللي بعدها كمان كانت مع السجون الكيني وانتهت ايضا بنتيجة 3-0 لصالح النادي الاهلي. واحنا النهاردة في الدور الـ16 بنتمنى كل التألق والتوفيق لنادينا النادي الاهلي والفتيات الذهب. النادي الاهلي او فتيات الذهب عندهم 10 القاب من هذه البطوله، بطوله الانديه الافريقيه، وبيسعى النادي الاهلي وكابتن ابراهيم فخر الدين مع فتيات الذهب لتحقيق اللقب الـ11 من هذه البطوله. يمكن زي ما باين ورايا يا مريم، فتيات الذهب او لاعبات النادي الاهلي بداوا بالفعل عمليات الاحماء مع الجهاز الفني كله ومع كابتن ابراهيم فخر الدين. السكواد كامل النهارده ما عدا طبعا شروق فؤاد للاصابه. خليني سريعا اقول لك سكواد النادي الاهلي النهارده بيتكون من مين: آية الشامي، ندى وليد، تيتيانا بوكن، دعاء الغباشي، ندى حمدي، ميار خليفة، سلمى يوسف، مريم ثروت، زينة العلمي، سارة أمين، مي غزال، آية خالد، علياء هاني، دعاء محمد، نهال جمال، وسهيلة وفي. طبعا سكواد محترم وذهبي، وإن شاء الله نشوف مباراة متألقة كمان النهاردة يا مريم قبل المباراة. وحاليا دلوقتي هيكون في كالعادة أو زي ما حصل في بطولة الرجال أيضا تكريم لقدامى لاعبات النادي الأهلي. دايما النادي الأهلي الحقيقة مش بينسى لعبته، مش بينسى اي حد كان ليه دور وكان ليه تاثير في وجود الفرقه دي دلوقتي وفي وجود فتيات الذهب. اكيد ما كانتش حاجه وليده اللحظه او وليده الكام سنه اللي فاتوا، لا بتبقى على مدار التاريخ النادي الاهلي اجيال بتسلم اجيال. خليني دلوقتي استعرض معاكي ليست بتاعه قائمه الناس اللي هتتكرم النهارده لاعبات النادي الاهلي: كابتن أميمة جعفر، كابتن سوزان متولي، كابتن حسنية النصيري، كابتن بدرية، كابتن هيام عاشور، كابتن نسرين السعداني، كابتن نيفين عدلي، كابتن نسرين لطفي، كابتن دينا جودة، كابتن نادية طاهر، وكابتن داليا رجائي. طبعا لاعبات واسامي واسامي كبيره للنادي الاهلي. النادي الاهلي دايما مش بينسى اي حد ليه فضل في وجود الفرقه دي دلوقتي وفي وجود المستوى اللي احنا بنشوفه النهارده من فتيات الذهب. مريم خليني اقول لك ان احنا طبعا متاخرين في ماتشنا النهارده بسبب المباراه اللي قبلنا اللي كانت مع مايوكاني ايفولوشن و ان سي بجايا، واللي انتهت لصالح مايوكاني ايفولوشن وكان في 5 اشواط. خليني اقول لك سريعا نتائج الاشواط كانت ايه: 25-19، 23-25، 25-17، 22-25 و15-10. طبعا يعني كانت مباراه قويه وكانت شهدت نديه كبيره جدا من اللاعبات او من الفرقتين. ان شاء الله نستمتع دلوقتي بمباراه النادي الاهلي. وبالفعل كمان خليني اقول لك انه جمهور النادي الاهلي بدا بالتواجد من شويه في ارض الملعب او في المدرجات لتشجيع اللاعبات، وده طبعا اكيد بيكون حافز كبير. ودايما هم بيقولوا ان وجود الجمهور جنبهم وبيساندهم بيفرق اكيد معاهم وبيفرق في مستواهم. ان شاء الله نشوف مباراه النهارده اكثر من رائعه، ونكون معاكي يا مريم ومع كابتن ندى وكابتن كمان نشأت بنبارك لكم بعد الهواء مباشرة أو بعد المباراة مباشرة، ونتمنى أكيد كل التوفيق للاعبات النادي الأهلي النهاردة. وأنا معاكي يا مريم ومعاكم أنتوا أكيد كلكم لو عندكم أي استفسار تاني. العودة إليكم مرة في الاستوديو، اتفضل. شكرا ليكي جدا زميلتنا العزيزة منى المنيسي من أرض الملعب بصالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ويعني دقائق ما قبل مباراة النادي الأهلي في دور الـ16 من بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطايرة سيدات أمام ساندوني أولمبيك، اللي إن شاء الله تكون مباراة لصالحنا.